السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا امبارح عن دور خطير لجماعة الإخوان وتحالفها مع إيران ودورها التخريبي فيما يسمى بالربيع العربي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن دور جديد من أدوار الجماعة التخريبي أيضا، وهو انتشار الفكر الإخواني في أوروبا وتحول علاقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالجماعة، وهل ما زال هناك تمويلات قطرية ولا لا للجماعة، مع بعض الأخبار المهمة اللي هتوضح لحضرتك أمور كتير قد تكون مجهولة عندك بخصوص هذه الجماعة. فيلا نبدأ حلقتنا بسم الله. بداية، جماعة الإخوان المسلمين أو الإخوان المفسدين أو المفلسين في التركيز على أوروبا كان بعد ما حسوا بضغط شديد في بلادهم الأصلية. أوروبا كانت بالنسبة لهم بيئة خصبة لنشر أفكارهم، خصوصا مع اعتقادهم أنها بتقدم حقوق وحرية تعبير أكبر من اللي موجودة في بلادهم. الجماعة شافوا في الجاليات المسلمة اللي هاجرت لأوروبا فرصة ذهبية. كتير من المهاجرين دول كانوا بيدوروا على هوية دينية وثقافية تجمعهم في وسط مجتمع غربي مختلف تماما عن اللي كانوا متعودين عليه. الجماعة هنا بقى قدرت انها تستغل الفراغ ده وقدمت نفسها كحامي الحمى للهوية الإسلامية في أوروبا. في البداية الإخوان كانوا بيساعدوا في تأسيس مساجد صغيرة ودروس دينية وجمعيات خيرية، يعني نفس طريقة شغلهم في بلادنا بالضبط، علشان طبعا يوصلوا للناس ويقدروا يسيطروا على عقولهم. لكن مع مرور الوقت بدأت الجماعة تتوسع بشكل أكبر وتبني مؤسسات ضخمة زي المراكز الإسلامية اللي بتديرها واللي موجودة تحت إشرافها. الحاجات دي ساعدت الجماعة على تجنيد أعداد كبيرة من المسلمين اللي كانوا بيعيشوا في عزلة عن المجتمع الأوروبي. بالإضافة لكده، فالجماعة كانت بتستغل الحرية اللي بتوفرها الدول الأوروبية علشان تروج لأفكارها بحرية وبدون قيود، وكمان تستقطب الشباب اللي عنده مشاكل في التأقلم مع المجتمع الغربي، وده خلق بيئة خصبة للفكر المتطرف انه يتسلل وسط الجاليات المسلمة في اوروبا. طيب ازاي تم للجماعة السيطرة على المراكز الاسلامية؟ احدى الاستراتيجيات اللي استخدمتها جماعة الاخوان للسيطرة على المراكز الاسلامية في اوروبا كانت عن طريق تقديم الدعم المالي والاداري. كتير من المراكز الاسلامية في اوروبا كانت بتعاني من نقص في التمويل او في الادارة الجيدة، وده فتح الباب أمام الإخوان لتقديم أنفسهم كمستثمرين وداعمين. الجماعة كانت بتقدم مساعدات مالية كبيرة جدا للمراكز اللي بتوافق على الانضمام ليها أو اللي بتتبع أفكارها، وكانوا كمان بيزودوا المراكز دي بخبراء ومديرين من عندهم علشان يضمنوا السيطرة الكاملة على هذه المراكز. على سبيل المثال، في فرنسا وألمانيا في تقارير بتشير إن الإخوان عندهم نفوذ قوي جدا في إدارة عدد كبير من المساجد والمراكز الإسلامية الكبيرة في البلدين دول. الجماعة كانت بتستغل عدم وجود رقابة حكومية قوية على تمويلات المراكز دي علشان تمرر أجندتها بدون ما حد ياخد باله. كمان الإخوان كانوا بيستخدموا نظام العضوية أو الانضمام للمراكز دي كطريقة جديدة لتجنيد أعضاء جدد. بمجرد ما الشخص ينضم للمركز ويبدأ يحضر الفعاليات والدروس اللي بيقدمها بيلاقي نفسه بيتعرض لأفكار الجماعة بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة. طبعا ذاع صيت الجماعة وبدأ الغرب يعرف الإمبراطورية الإخوانجية، لدرجة إن فيه دول بدأت بالفعل إنها تواجه هذه الجماعة وتفرض حظر على تمويلاتها. فبدأنا نشوف ونسمع عن كتير من الدول الأوروبية اللي بدأت بالفعل تاخد خطوات جادة للتصدي لنفوذ الإخوان. فرنسا كانت من أوائل الدول اللي بدأت تتحرك بشكل فعلي وواضح، خصوصا بعد سلسلة الهجمات اللي حصلت على أرضها قبل كام سنة. الحكومة الفرنسية شايفة إن فيه رابط بين الأفكار اللي بتروج لها الجماعات زي الإخوان وبين التطرف اللي بيؤدي للعنف. علشان كده الحكومة الفرنسية أصدرت قوانين جديدة زي قانون الانعزالية الإسلامية مثلا. القانون ده اللي بيستهدف تمويلات المراكز الإسلامية واللي من ضمنها المراكز اللي بيسيطر عليها الإخوان،
وبدأ بالفعل التضييق عليهم من هذه الناحية. ودي بالنسبة للجماعة طبعا يا اخوانا امر مش سهل ابدا. المانيا كمان ما كانتش بعيدة عن التحركات دي، فالحكومة الالمانية كشفت عن تمويلات غير مشروعة وصلت لجماعة الاخوان من دول خارجية زي قطر، وبدأت تحط رقابة مشددة على الانشطة المالية للجماعات الاسلامية علشان تمنع التمويل الاجنبي اللي بيستخدم لنشر الافكار المتطرفة. ايضا النمسا خدت هي كمان خطوة جريئة بحظر بعض الجمعيات الإسلامية اللي كان واضح، أو الإخوانية اللي كان واضح إن ليها صلة بالإخوان، بعد ما اتضح إن فيه دعم مالي مباشر بيجي للجامعات دي من الخارج أو للجمعيات دي. الحكومة النمساوية كانت واضحة في إنهم مش هيسمحوا لأي جماعة إنها تستغل الحرية الدينية لنشر أفكار متطرفة أو للتحريض على العنف. خلونا بقى نيجي للسؤال المهم واللي قلناه في بداية الحلقة، اللي هو هل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ممكن يتخلى بالفعل عن جماعة الإخوان؟ الحقيقة أخوانا أن تركيا في عهد أردوغان كانت واحدة من أكبر الداعمين لجماعة الإخوان، وده كان واضح جدا من خلال دعم تركيا للثورات اللي حصلت في الدول العربية بعد عام 2011. أردوغان كان شايف إن الإخوان هم الحليف الطبيعي لتركيا في المنطقة، وإنهم ممكن يساعدوا في تنفيذ الأجندة التركية في الشرق الأوسط، لكن مع تزايد الضغوط الدولية والإقليمية الوضع بقى أكثر تعقيداً. أردوغان في الفترة الأخيرة بدأ يواجه ضغوط اقتصادية وسياسية كبيرة، وده ممكن يدفعه لإعادة تقييم علاقاته بالجماعة، لكن طبعاً التخلي عن الإخوان مش هيكون بالقرار السهل لأردوغان، لأنه هيأثر على نفوذ تركيا في المنطقة، لكنه ممكن يحصل تدريجيا لو استمرت الضغوط عليه من الدول الغربية ومن دول الخليج بشكل خاص، اللي طبعا معارضة للجماعة واللي كمان أردوغان محتاج إنه يحسن علاقاته بيها. النقطة الأخيرة في حلقتنا اللي هتكون بخصوص قطر وتمويلات قطر لجماعة الإخوان، هل ستتوقف؟ قطر معروفة بدعمها الكبير لجماعة الإخوان، وده كان واضح من خلال التمويلات الكبيرة اللي بتوصلهم عن طريق مؤسسات قطرية أو حتى عن طريق أفراد قطريين. الدعم القطري كان مهم جدا 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 لجماعة الإخوان، لأنه بيساعدهم في نشر أفكارهم وكمان في بناء مؤسسات جديدة في أوروبا وأمريكا. لكن مؤخرا قطر واجهت هي كمان ضغوطات كبيرة من دول الخليج ومن المجتمع الدولي ككل علشان توقف دعمها لجماعة الإخوان. على الرغم من كده فقطر لسه متمسكة بموقفها، ومش باين ان فيه تغير في الدعم اللي بتقدمه للإخوان، ويمكن يا اخوانا اكبر دليل على كده هو استمرار الدور القذر لقناة الجزيرة القطرية واستمرار هجوم افراد جماعة الإخوان المقيمين في قطر ضد مصر زي ما هو. لكن على اي حال مستقبل العلاقة دي هيعتمد على التغيرات السياسية في المنطقة، وكمان على مدى الضغوط اللي ممكن تتعرض ليها قطر في المستقبل. دي اخوانا كانت نبذة بسيطة عن توغل جماعة الإخوان ونشاطها في أوروبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا منهم ومن شرورهم، وأن يحفظ بلادنا كلها من كل شر، وأن يوفق حكامنا لما فيه الخير ولما فيه مصالح البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.